بعد تخطيها فورد شركه تسلا تتخطى نظيرتها جنرال موتورز لتصبح اعلى شركات صناعه السيارات الامريكيه من حيث القيمه السوقيه الارتفاع جاء من المكاسب التي حققها السهم في البورصه ليرفع قيمه تسلا الى 51 مليار و500 مليون دولار مقارنه مع 50 مليار و200 مليون دولار للجي ام و44 مليار و600 مليون دولار لفورد ومع هذا الارتفاع زادت ثروة مؤسس ورئيس تسلا إيلون ماسك إلى 12.9 مليار دولار ليصبح من أغنى مائة رجل في العالم حسب بلومبرغ القيمة السوقية لا تعكس نتائج أرباح ومبيعات الشركات، فمثلا تسلا باعت العام الماضي 76 ألف سيارة مقارنة مع نحو 17 مليون سيارة لفورد وجي إم مجتمعة، فيما التوقعات تشير إلى أن أرباح جي إم ستتخطى 9 مليارات دولار هذا العام و3.6 مليار لفورد، أما تسلا فستخسر 950 مليون دولار. أرقام قد تبدو محيرة إذا ما قرناها بارتفاع القيمة السوقية، لكن المحللين يرون أن المستثمرين يهتمون ويشترون سهم تسلا لأنه يشكل قصة جميلة وطموحة، فاختاروا ألا يكترثوا بالخسائر التي تكبدتها الشركة والتي تخطت 500 مليون دولار العام الماضي. بل الآفاق والرؤية المستقبلية الواضحة التي تمثلها شركة تسلا ويقارنها بشركة أمازون التي لم تحقق أي مكاسب في سنواتها الأولى لكنها اليوم أصبحت عملاق التجارة الإلكترونية وكان إيلون ماسك وعد بسيارة كهربائية بسعر تنافسي لشيفرولي فولت وسيطلق هذا العام سيارة موديل ثلاثة بسعر 35 ألف دولار وبطارية تسير 350 كيلومتر قبل إعادة شحنها وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً في عالم السيارات الكهربائية